القصة الكاملة لزواج جاسم النبهان من مغربية وابنته حصة تعلق. لكن نتمنى منكم قبل أن نبدأ أن تشتركوا بالقناة والضغط على أيقونة الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. بعد الضجة التي رافقت انتشار مقطع فيديو للفنان جاسم النبهان مع زوجته المغربية سحر وتصدره لترند في الخليج والعالم العربي، قرر النجم الخليجي الخروج عن صمته والرد على كل من يتطاول على أم طفله. وعبر النجم الكويتي عن استيائه من الأحاديث المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه زوجته الجالسة إلى جانبه بينما يحاول هو تبرئتها أمام الجمهور. وبعد الشائعات التي رافقت تنزيلها للمقطع على السوشيال ميديا، وقال النبهان في المقطع: الواحد ما يفكر إنه خطأ أو يجرح مشاعر البعض أو غيبة أو غيرها. يا جماعة، أنا متزوج من أكثر من 6 سنوات وعندي ولد عمره 4 سنوات و4 شهور. كل أهل الكويت وأهل الفن يعرفون، وحتى أهلي يعرفون. ودافع جاسم عن زوجته سحر واتهامها باللجوء إلى أعمال السحر والشعوذة، إذ قال: كل تلك الأمور التي تتهمون فيها والتي لا يؤمن بها المسلم أصلا لا أساس لها من الصحة، فأنا أقدم الذبيحة في المنزل بما فيها ذبيحة الولد، العقيقة، لقد قمنا بكل شيء هنا. وأضاف أن كل من يستخدم جهاز الموبايل في عصر السوشيال ميديا لنشر تلك الشائعات سيحاسبه الله على فعلته. وخلال التصوير سألته زوجته عن تنزيل الصور وحذفها، فأكد أن مسح الصور تم بموافقتي وعلمي. واختتم حديثه بالقول: إذا أنتم بتقبلوه على أهلكم هو ما لا أقبله أنا على أهلكم، بارك الله فيكم مشكورين. ما أطلت سحر في نهاية الفيديو وهي تقول: أتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة، لأنه لا أحد يمكنه التفريق بيني وبين أبو طلال إلا الله سبحانه وتعالى والموت، فأنا أحبه وأحب التراب الذي يمشي عليه. انتشر حساب زوجة جاسم النبهان المغربية على منصة تيك توك، وقد ظهرت مقاطع مصورة تجمعها في أماكن كثيرة داخل وخارج المغرب. ومن بين هذه الفيديوهات مقطع فيديو غريب ظهرت فيه أثناء ذبح قربان عند شموع وأجباء مشبوهة، ولكن قامت الأخيرة بحذفه من حسابها. وعلقت الفنانة حصة النبهان على مقاطع الفيديو المتداولة لوالدها وزوجته السيدة المغربية أم يحيى. ورفضت حصة جاسم النبهان الإساءة لوالدها بأي صورة، وطلبت من متابعيها عدم التعامل معه على أنه مجرد محتوى. وفي فيديو متداول قالت حصة النبهان في إشارة لزوجة والدها: رجل مثقف وواعي ويعرف الله ويعرف اللي يسويه. اللي هي كانت بتسوي بلحظة، انتم ساعدتوها في ثواني، اذا انتم راضيين برافو عليكم، كملوا كملوا. الشرع محل الأربعة، انا امي الثانية وما اقدر اقول له ما يتزوج، شرع الله وحلال وكل شيء. لكن الحركة اللي تسويها ام يحيى وتصور ابوي هذا ما اقبله، لا تسوون من جاسم النبهان محتوى، لا تعملون من اللي قاعدة تسويه. أبوي مسكين ما يدري، أبوي ما يطلع بهذه الصورة، أبوي وايد هرم وتعلمت من أبوي ثقافة يكون الواحد عقله كبير. وكان الفنان جاسم النبهان قد انتقد في فيديو متداول طريقة البعض في التعليق على خبر زواج، وبشكل خاص الذين تحدثوا عن جرحه لمشاعر زوجاته الأولى والثانية، واصفا هذا الكلام بأنه: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا أهلا ومرحبا. اللي داير في السوشيال ميديا للاسف يعني ما ادري شلون، يعني هذا ما يقولون ان هذا خطا، ان نجرح مشاعر، ان نتكلم عن في غيبه ما ندري عن هذا الشخص. لا، لعلمكم انا متزوج من 6 سنوات مو من اليوم، وعندي ولد عمره الحين 4 سنوات. والكلام الفاضي اللي قايلينه ان ساحره ومسوي قربان والامور هذه اللي اي مسلم ما يؤمن فيها اصلا، اذا بتعرفون ان انا اللي اضحي هناك ذبيحه بيتنا، هذه ذبيحه البيت، ذبيحه الولد، العقيقة، كل شيء سويناه هناك. يعني الواحد لما يذبح قربان، أنا ريال مصلي مسمي، الكلام الفاضي هذا اللي يدور، أرجوكم كل الرجاء
إذا تقبلون هذا على آخرين إذن أنتم تقبلون على أهلكم، وأنا ما قبل على أهلكم. بارك الله فيكم، مشكورين، وأتمنى تكون وصلت الرسالة، لأنه أي حد يبي يفرق بيني وبين أبو طلال إلا الله سبحانه والموت، لأني أحبه وأحب التراب اللي يمشي عليه. مشكورين على كل شيء. الفنان جاسم النبهان، مواليد 1 أغسطس لعام 1944، عمره 78 عاما، وهو ممثل كويتي. اشتهر في دوبلاج أفلام الكرتون، وكانت أبرز شخصية قام بها هي القبطان نامق في المسلسل الكرتوني المعروف عدنان ولينا. ويعد الممثل الأكثر حضوراً في تاريخ التلفزيون والمسرح الخليجي بحصيلة تجاوزت 300 عمل فنياً. التحق بمدرسة عمر بن الخطاب في منطقة القبلة بعام 1953، تابع دراسته فيها في الصف الأول الابتدائي حتى الثالث المتوسط. انتقل بعدها إلى مدرسة الشامية المتوسطة وظل بها لمدة عام، وأكمل دراسته الثانوية في ثانوية الشويخ. وأثناء فترة دراسته كان يشارك في المسرح المدرسي، وبعام 63 سافر أخوه الأكبر للدراسة بالخارج، فاضطر للخروج من المدرسة للعمل وتحمل مسؤولية المنزل، فعين في وزارة الأوقاف. وأيضاً انضم بعد ذلك لفرقة المسرح الشعبي بسنة 64 ميلادي، بعد أن كانوا رافضين انضمامه إليهم عندما تقدم إليهم بعد تأسيس الفرقة. ولذلك كونه وذلك لكونه ما زال طالباً حينها، كما التحق بمعهد الدراسات المسرحية الذي أسسه زكي طليمات. الفنان تزوج 3 مرات، الأولى هي الممثلة طيب الفرج، ولديهما 6 أبناء وهم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيزة. هذه صورة للفنانة الراحلة طيب الفرج برفقة زوجها جاسم النبهان. ابن جاسم النبهان الراحل وهو الأكبر طلال. زوجة الفنان جاسم النبهان الثانية هي الممثلة الكويتية معتزلة نجيب اللنجاوي، وتزوجها النبهان بعد وفاة زوجته الأولى طيب الفرج. الفنانة المعتزلة نجيب اللنجاوي زوجة جاسم النبهان الثانية، ولكنها قررت الاعتزال نهائيا بعد زواجها، وله من زوجته الثانية نجيبة ابنتين هما الممثلة حصة وأسماء. الفنانة حصة النبهان مع والدها جاسم. المرة الثالثة تزوج من مغربية في عام 2016، ولديه منها ولداً واحداً وعمره الآن 4 سنوات وتسمى سحر. زوجته الثالثة المغربية أم يحيى. طيب الفرج الراحلة زوجته الأولى. استمر جاسم النبهان في أعماله الفنية المتنوعة، وقدم في مسيرته الفنية عدة أدوار متنوعة. قدم جاسم النبهان في السنوات الأخيرة عدة مسلسلات وأعمال، مثل مسلسلات شغف وبيت بيوت ورح الأيام في عام 2020، أيضا مسلسلات الوصية الغائبة ورد اعتبار وسماء عالية في عام 2021، ومسلسل دعباش في عام 2022.